طيب علي سامعني يا علي؟ يا عليا السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد سامعني يا محمد صح؟ صح، طيب أنا جيت يا مستر. أهلا بيك يا حبيبتي. بص يا علي، أنت شايفة الكيسة دي؟ مش أنت عندك زيها؟ لا، أنا مش عندي. تمام، أنت عندك لابتوب بس صح؟ لا، أنا عندي كم هي، لا هي ديسك توب. ديسكتوب. ما هو أنت عندك يعني عندك كيسة زي كده ولا ما عندكيش؟ لا طيب لا، ماشي، طيب اكيد يبقى مدمجه بطريقه او باخرى. ماشي، يعني انت عندك سي دي روم؟ طيب ايوه، انا عندي الاسطوانه ديت، بدوس على زرار تروح طالعه لوحدها طيب بتطلع ورا الشاشه ولا فين بالظبط؟ ولا قدام الشاشه؟ جنبها. جنب الشاشه. طيب ماشي، يعني منفصل عن الشاشه. طيب ماشي جميل. بصي يا عليا، في حاجه اسمها الهارد درايف، دي بتبقى موجوده جوه الكيسه، انت ما بتشوفهاش من بره. انا فتحتها اصلا دلوقتي، فتحتي ايه؟ فتحت اللي بتحط فيها الاسطوانة. جميل. طيب انت عارفه الاسطوانات بيتخزن عليها ايه؟ اللي انا قلته من شويه. طيب قولي كده، بيتخزن عليه ايه؟ ممكن اغاني، ممكن حصص كده. لا، تمام، مش حصص يعني. اغاني، ايوه، ممكن قران، اغاني. فيديوهات، احيان برامج كمبيوتر بتيجي من عليها. ماشي، وفي نوعين من الاسطوانات يا عليا، في نوع اسمه سي دي وفي نوع اسمه دي في دي. مين يعرف الفرق ما بين الاثنين؟ ايوه انا عارفه، طب قول يا علي. هي اني ايوه، السي دي، السي دي دي في الجنب ديت، هي بتبقى متقفله، اما التانية بتبقى يعني مش متقفله، فلما نيجي نفتحها يبان اللي هي يعني مش متقفله. يعني انت بتتكلمي يعني ايه مش متقفله ويعني ايه متقفله؟ يعني انت بتتكلمي على السي دي نفسها؟ لا، ما امال على اللي عندي في الجنب مش على شكل اسطوانة، هي على شكل دايرة كده اهوت، وفيها شريط، وفيها شكل كده اهوت، دايرة ويعني حاجة. طيب انت بصي اقول لك تعملي ايه يا علي عشان اعرف انت بتتكلمي عن ايه، عشان انا مش عارف اخمن. انت ابعتي لي صوره على التليجرام باللي انت تقصديه، يعني انت خدي صوره بالتليفون للسي دي اللي انت ظاهر عندك ده، اللي انت عماله تقولي لي عليه، وبعتهولي على التليجرام عشان ابقى عارف انت بتتكلمي عن ايه، عشان انا مش قادر اوضح بالظبط او مش قادر افهم انت بتتكلمي عن ايه. ماشي الحال؟ أبعتها دلوقتي؟ ممكن أبعتها دلوقتي؟ ابعتيها دلوقتي او بعد الحصه. ماشي، ونتناقش فيها المره الجايه. ماشي؟ طيب، مش ثانية واحدة. طيب ماشي. محمد حبيبي، انت عندك اللابتوب ولا ديسك توب يا محمد؟ لابتوب. جميل. طيب طبعا الشكل ده كده، لو انت عندك لابتوب يبقى مش هتشوف الكيسه دي، بس دي موجوده في الديسك توب، ده اللي هو بيبقى اكبر شويه. ماشي يا محمد. جواه حاجه تمام. اسمها هارد درايف. الهارد درايف ده مساحته مهمه جدا في ان احنا نخزن البيانات بطريقه دائمه على الكمبيوتر. يعني مثلا عندك صور يا محمد عايز تخزنها، عندك ملفات فيديوهات الدروس مثلا، كمان عندك. قول يا حبيبي. كمان مش تكمل. لا سامعك، قول، انت كنت عايز تقول حاجه؟ كان عندنا واحد يعني قديم ماشي لسه ماشي، ما هو مولود. ما فيش مشكله، انت القديم ده كمان تقدر تفتحه وتبص عليه من جوه، هتلاقي فيه حاجه اسمها هارد درايف. الهارد درايف ده يا محمد بص هيكون شكله بالمنظر ده كده يا محمد حبيبي. يعني بس خد بالك، هو الجزء ده يعني الجزء اللي جوه ده كده مش هيظهر لك، لانه هيكون متغطي بحاجه معدن من فوق. هقول لك شكله هيكون عامل ازاي من بره. ثانيه واحده كده، خليني اخش هنا كده ونكتب في هارد درايف. هارد درايف. طيب بص كده، ادي. بص يا محمد،
الهارد درايف هيكون شكله قرب ده يا محمد، يعني هيكون حاجة شبه دي ماشي، هيكون كله متغطي بمعدن، بس جواه يا محمد الحقيقة ان هو جواه حاجة، يعني اقرب حاجة ليه هو حاجة بالمنظر ده، يعني لو اتفتح من جوه، بس طبعا لو اتفتح باظ خلاص انسى انه يشتغل، هقول لك ليه. بس من جوه هو عبارة عن اسطوانات متمغنطة، والهيد ده دي حاجة بتقرا المغناطة اللي موجودة على الاسطوانات دي، ودي بتبقى محمد مجموعة اسطوانات فوق بعض، يعني مش اسطوانة واحدة ماشي. بص نستنى كده انا بعتلك صورته. طيب ماشي، ثانية واحدة أبص عليها. اه تمام تمام يا علي انا فهمتك ماشي. ما هو اللي انت زي قلتي عليه ده هو اللي احنا بنتكلم فيه، بس ده مدمج، مدمج مع الشاشة يا علي ماشي. انت فعلا ماشي. ماشي، انت عندك الكمبيوتر شوية مختلف، ان هو ما فيهوش كيسة، الكيسة بتاعتك مدمجة مع الشاشة، وده مش الغالب، يعني ده مش دائما بتكون الامر كده يعني. تمام ماشي. ماشي يا عليا اتفقنا. طيب بصي يا عليا، شايفه اللي ظهر على الشاشه عندي ده؟ طيب ده عباره عن هارد ديسك. باربي. لا ده هارد ديسك، ده هارد ديسك ده اللي هو بنخزن عليه المعلومات الدائمة، يعني عندي مثلا صور، عندي فيديوهات، تمام يا علي؟ تمام. فإحنا بنخزن عليه المعلومات، بس ده شكله من جوه، شكل من بره بيبقى حاجة كده يا علي، بصي يعني من بره بيبقى حاجة بالمنظر ده كده، ماشي؟ لكن لو فتحناه من جوه هنلاقيه عبارة عن اسطوانات متمغنطة، وده هيد بيدخل كده جوه، بيدخل هنا كده ويبتدي يقرا من على الهارد ديسك، يقرا البيانات. انت مثلا عايزه تفتحي فيديو خزناه، عايزه تفتحي صور، عايزه تفتحي ملفات، اول ما بتفتحي الكمبيوتر نفسه البيانات الويندوز نفسها بتكون متخزنه على الهارد ديسك ده، تمام؟ الذاكره الميموري اللي اسمها رام اللي انا وريتها لكم دي ما بتخزنش عليها حاجات بصوره دائمه، دي اول ما تفصلي عنها كهرباء تتمسح كل المعلومات اللي عليها، لكن الهارد ديسك ده وسيله لتخزين البيانات حتى لما نقفل الباور عن الكمبيوتر. محمد مستر، اول، ايوه حبيبتي. هو اللي بيبقى هو احنا يعني انا هو بيبقى فيه جوه الكمبيوتر برضو وباور بانك. لا مفيش جوه الكمبيوتر باور بانك، باور بانك ده ده نشحن بيه التليفون بس، لكن مش بيبقى موجود جوه الكمبيوتر. لا كده انا جاوبتك يا عليا. محمد اول ما يجي 4:55 اخرج عادي، قول لنا السلام عليكم واخرج، ماشي الحال؟ ماشي. ماشي. طيب زي ما انا قلت لك يا محمد من شويه، انا كنت فاتح فين يا ربي؟ طيب ادي الهارد ديسك من جوه، وقلنا ان ده بيكون سعته التخزينيه اكبر من الرام، يبقى ده اسمه هارد ديسك، وبنرمز له في الغالب الاتش دي دي ماشي، بس ده بنسميه لانه في اكتر من نوع من الهارد ديسك، في حاجه اسمها الماجنتيك اللي هو ايه، بتبقى اسطوانات ممغنطه، وفي هيد بالمنظر ده كده بتقرا المغناطه من عليه. احنا طبعا الكلام ده مش هيهمنا قوي، لكن مهم ان احنا نبقى عارفين ان الكلام ده موجود، يعني مهم نبقى عارفين ان البيانات من جوه بتتخزن في اشكال دائريه
عن طريق المغناطه. الهارد ديسك ده لو وقع على الارض راح خلاص، قوسان طيب هتشتري واحد جديد. لو اتفتح ولو اتفتح برضه باظ. ليه بقى؟ لان يا محمد المسافه ما بين الهيد اللي هي دي كده وما بين الاسطوانه نفسها، لو حطيت يعني هنفترض ان دي الهيد اللي بتقرا ماشي، وهنفترض ان الاسطوانه تحتها بالمنظر ده كده، وادي السنتر بتاع الاسطوانه تمام. لو انت جبت يا محمد حطيت شعرة راس البني ادم ايه على الاسطوانه، هتبقى شكل شعرة البني ادم حاجه بالمنظر ده كده. طيب ده معناه ايه يا محمد؟ ان الشعره نفسها اكبر بكتير من المسافه اللي ما بين ايه ده؟ الشعره شعره البني ادم اكبر بكتير من المسافه ما بين الهيد اللي بيقرا وما بين الاسطوانه. فلو وقعت عليها شعره راس او حتى اي حاجه من الغبار اللي موجود في الجو. ايوه يا حبيبتي ممكن تعيد تاني يعني من الصفحة اللي كانت قبليها، علشان النت وقف فجأة، راح طلعت بره. طيب حاضر، بس اديني فرصة اكمل الحتة دي لمحمد، لان محمد هيمشي كمان دقيقة بالظبط. ماشي طيب ماشي. ثواني بس يا محمد حبيبي، ايوه متابع معايا يا حبيبي؟ انت فهمت انا بقول لك ايه؟ فهمت بقول لك ليه لو فتحت بص لما بيقفل الهارد ديسك ده جوه المصنع بيقفلوه في غرف نظيفة جدا ما فيهاش اي غبار في الجو، لانه لو دخل غبار في المكان اللي هو بتاع الاسطوانات المغناطه دي هيبوظ تماما، مش هينفع تشتغل. الغبار نفسه هيبص العائق ان الهيد يمشي ويقرا البيانات. فهمت حاجه من اللي انا بقوله يا محمد؟ طيب طيب خلاص يا محمد، انت ايه كده ده توكل، انت توكل على الله كده، انت خلاص كده اخرك. انا هعيد لعليا الجزء اللي انا اللي هي اللي فاتها خلاص. ماشي يا محمد ماشي ماشي، السلام نشوفك عليكم يا محمد وعليكم السلام بعد العيد، الحصة اللي بعد العيد، اتفقنا؟ يلا حبيبي السلام عليكم. طيب عليكم السلام بص يا علي، شايفة يا حبيبتي الجزء ده؟ مش ده الجزء اللي فاتك وانت مش موجودة؟ ولا يا عليا يا عليا رحتي فين يا عليا؟ معلش يا مستر، المايك كان مقفول. ولا يهمك حبيبتي، ماشي قولي لي بقى، ها قولي لي يا علي، انت السلايد ده اللي كان فيه مشكلة ولا فين؟ لا اللي قبليه، اللي بعديه قصدي. اللي هو ايه اللي هو ده يعني يا علي، ولا ده ايوه ده هو ده. ده كده؟ لا طيب ماشي. طيب انت ايه اللي سمعتيه وانا احاول اعيد لك اللي راح منك؟ هو لما انا كنت بسأل حضرتك سؤال، ففجأة لقيته راح طلع لوحده، مش عارف. طب شكرا. ايه السؤال اللي كنت بتسأليه؟ مش فاكرة. برضه مش فاكره السؤال؟ طيب بص يا ستي، اللي انا عايز اقوله لك يا عليا ان الجزء ده بنسميه اتش دي دي. ثانية عليا واحدة يا بس. طيب ماشي، ده القط بتاعك يا عليا ولا ايه؟ لا أنا طيب ربنا يخليهولك. خلاص يا مستر. طيب ماشي، مشيت ان انا خلاص. طيب الحمد لله. بص يا ستي، الهارد ديسك ده يا عالية وظيفته ان هو نخزن عليه حاجات ماشي. التخزين ده بيكون تخزين دائم يا عالية، يعني لو اتفصلت الكهرباء عن الهارد ديسك بيفضل موجود. بالظبط كده. جميل. واحنا قلنا يا عالية انه الهارد ديسك ده لو فتحناه من جوه باظ، ولو يعني وقع على الارض يعني لو فتحتي الغطا بتاعه. بصي هقول لك، بصي كده شايفه شايفه يا عني ده شكل الهارد ديسك من بره ماشي. اي هو ده اللي عندي. ده بيبقى موجود نسخه منه في الكمبيوتر عندي ماشي.
ماشي. بس من جواه لو فتحت الغطا بتاعه، وده انا ما انصحكيش كده كده بده لانه هيبوظ الكمبيوتر، لو فتحتيه هيظهر لك الشكل ده. ماشي يا علي، ماشي. اتفقنا؟ ايوه ماشي. تمام. بصي يا حبيبتي دلوقتي الشكل ده كده، دي اسطوانات متمغنطه، وانا شرحت لك انه الهيد ده اول ما بيشتغل الكمبيوتر بيدخل الهيد ده لجوه ويبتدي يقرا المعلومات، يقرا الويندوز، يقرا الملفات بتاعتك، يقرا الفيديوهات، يقرا الميوزك او القران او حتى الموسيقى، بيقرا كل حاجه من على الاسطوانات دي. ماشي الحال؟ ماشي. طيب جميل جدا. بصي يا علي دلوقتي انا عايز اقول لك ايه، انه الهارد ده المسافه اللي ما بين الهيد اللي بتقرا دي عاليه والاسطوانه مسافه لا ترى بالعين المجرده. يعني ايه؟ يعني الهيد ده قريب جدا من الاسطوانه، عشان كده الهارد ده لو وقع الاسطوانه بتخبط في الهيد ده، بيخبط في الاسطوانه ويبوظها خالص، فما ينفعش الهارد ده تاني بقى خلاص. ماشي؟ لذلك ماشي. لازم نبقى حريصين جدا ان الكيسه ما تقعش، والهارد نفسه لو اضطرينا نخلعه من جوه الكمبيوتر ما نوقعوش على الارض، لو وقع او اتخبط هيبوظ. فهمتي حاجه؟ جميل جدا، ممتاز. طيب بصي بقى يا عليا، المساحه اللي هي بتاعه الهارد ديسك دي ممكن تبقى اكتر من عشرات الاضعاف من الرام. يعني الرام دايما بتبقى مساحتها صغيره، ماشي، وبتبقى سعرها غالي جدا. انت عارفه الرام شكلها ايه عاليه؟ لا طيب ماشي، ثانيه واحده، اهي ادي الرام يا عاليه شكلها عامل ازاي. عارفاها صح. تمام ماشي. الرام دي انا بقول لك تبقى مساحتها صغيره بس سريعه جدا، والمعلومات اللي انت عايزه، يعني انت مثلا ايه مخزنه فيديو على الهارد ديسك، اول ما تتكي على ايقونه على الديسك توب او على الكمبيوتر يبتدي يفتح لك الفيديو. الفيديو يتفتح امتى عندك على الشاشه؟ اول ما يتحمل كله جوه الرام، اول ما يتحول جوه الرام يبتدي يظهر لك على الشاشه. تمام يا علي، انت حاجه؟ تمام يا مستر. طيب انت عندك سؤال في اللي انا شرحته لك النهارده يا علي لا خالص؟ لا خالص. طيب انت عارفه الفرق ما بين الرام والروم ايه يا علي؟ عارفه الفرق ما بين دي كده ودي كده؟ فاكره انا قلت ايه ولا اعيد لك تاني؟ انت قولي لي كده، انت فاكره ايه وبعد كده نشوف. ماشي ماشي. قولي. الرام ثانية اول ما الروم ديت كنا اول ما بنفتح الكمبيوتر كان هو بيسجل لنا يعني بيفتح مش عارفه اقول مش عارفه. طيب انت في حد بيساعدك يا عليا؟ لا ماشي. طيب بصي يا علي، الروم دي بتخزن عليها بعض الاوامر البرمجيه اللي بتخلي الكمبيوتر يعرف يتعامل مع الكيبورد، مع الماوس، مع الشاشه، مع اجزاء الكمبيوتر المختلفه. ماشي؟ احنا كاشخاص كمبرمجين او ناس بتتعلم برمجه ما يعني مش محتاجين الروم دي في اي حاجه خالص، لكن الكمبيوتر نفسه محتاجها عشان يعرف يتعامل مع اجزاء الكمبيوتر المختلفه. الكمبيوتر نفسه مكون من عده اجزاء مختلفه بتتكلم مع بعض، لو الاجزاء دي ما عرفتش تتكلم مع بعض يبقى انت مش هتعرفي تفتحي الويندوز، ومش هتعرفي تطلعي الصور من على الهارد ديسك، او الفيديوهات من على الهارد ديسك، او الميوزك من على الهارد ديسك، مش هتعرفي تخشي على الانترنت. ماشي الحال؟ فهمتي حاجة ماشي. من اللي أنا بقوله؟ طيب ماشي. الرام يا عالية
ايه الفرق ما بينها وما بين الهارد ديسك؟ الرام ولا هل ايوه انهي مش فاهمة، دي الرام الرام، ولا الروم؟ دي الرام ماشي. انا شرحت خلاص الروم عباره عن ايه. الرام دي انا بسالك ايه الفرق ما بينها وبين الهارد ديسك؟ عارف الهارد ديسك شكله عامل ازاي؟ اهو ده، لا مش عارفه الفرق ما بينهم. طب لا تعرفي ده ايه؟ تعرفي الهارد ديسك ده عباره عن ايه؟ لا ماشي. طب ليه مش عارفه يعني؟ مش مركزه معايا النهارده خالص انت. ممكن مركزة، بس ممكن بجيب حاجة فمش فاكرة. طيب حاولي تفتكري بعد اذنك. ممكن ماشي، هو دوت لو لما نفتحه هيبوظ، ايوه صح ماشي. ايه تاني تعرفيه؟ ايوه ماشي جميل حلو شاطره ولو وقع على الأرض ممكن برضه هيبوظ. ماشي. طيب بنخزن عليه ايه يا جوه جوايا عاليه؟ الأغاني أو القرآن؟ آه ماشي. كل والويندوز نفسه بتخزن عليه صح يا علي؟ اه طيب لو مفيش، لو الهارد ده باظ، هتعرفي تفتحي الويندوز؟ تعرفي تفتحي الكمبيوتر؟ لا انت هتعرفي تفتحي الكمبيوتر بس مش هتقدري تشغلي الويندوز. عارفه يعني ايه ويندوز يا علي؟ لا طيب ماشي. بس اللي انت فاتحاه ده او اللي بيظهر لك على الكمبيوتر اول ما تتكي على زرار الباور، هو ده بنسميه الويندوز، اللي هو نظام التشغيل نفسه. نظام التشغيل ده من غيره انت مش هتقدري تخشي على الانترنت، مش هتقدري تحركي الماوس ماشي. مش هو ماشي. اول ما بيشتغل بيروح عامل لك موسيقى وبعد كده يبتدي يفتح لك شاشه ملونه؟ اول ما بيفتح الكمبيوتر بيظهر شاشه سوداء صح ولا لا؟ ولا غلطان؟ اول ما بتتكي صح. على زرار الباور. طيب ايوه. هو اول ما بيشغل لك موسيقى ولا لا؟ اول ما بيفتح بيشغل. تمام. لا يعني اول ما الويندوز بيفتح، اول ما تتكي على زرار الباور بعد دقيقتين ثلاثه يروح بسمع مشغل لك صوت. موسيقى صح كده ولا ما أو بيشغلش؟ طيب ما الموسيقى دي معناها ان الويندوز فتح وان احنا ابتدينا نقدر نحرك الماوس. ده بنسميه نظام التشغيل، ونظام التشغيل ده بالانجليزي بنسميه الويندوز. فهمتي حاجه عاليه؟ أو طب الويندوز ده متخزن جوه الهارد ديسك، لو باظ الهارد ديسك ما تعرفيش تشغلي الويندوز، ما تظهرلكيش الشاشات اللي ظاهره قدامك دلوقتي حالا، وما تعرفيش تخشي على الدرس. فهمتي حاجة يا علي؟ أي طيب ماشي يا علي. طيب عندك أي سؤال قبل ما نقفل يا علي؟ لا ربنا يحفظك يا علي. ماشي كل سنة وانت طيبة يا علي، عيد مبارك ليكي والأسرة عندك. ماشي حبيبتي، ماشي ماشي سلام عليكم حبيبتي، سلام. سلام.